مساء الفل، معاكم محمد يونس. فيديو جديد، لايف جديد، هنتكلم فيه طبعا على الامور الخاصه بالشارع المصري. هنتكلم بالتاكيد على اخر استعدادات النادي الاهلي للمباراتين المتبقيين اللي طبعا قبل مباراه الترجي التونسي في الدوري المصري، اتحاد اسكندري وبلديه المحله. هنتكلم كمان على ملف الاصابات، ملف التعاقدات، هنتكلم على نجم نادي دريمز طبعا عبد العزيز عيسى وسعي النادي الاهلي ونادي الزمالك لخطف جوهره غانا، واقول لك تفاصيل اللاعب وعنده كام سنه وطوله ووزنه وطريقه لعبه والمراكز اللي بيجيد فيها بشكل مميز وكمان التسعيره بتاعته. دي حاجه. الحاجه الثانيه هنتكلم طبعا فيها بالتاكيد خاصه بنادي الزمالك واستعداداته طبعا لمباراه طبعا جدول الدوري. عنده مباراه صعبه جدا نادي الزمالك، عارفين ان هو ليه اكتر من مباراه مؤجله، ليه 4 مباريات اقل من نادي بيراميدز. في حاله فوزه برضه هيبقى الامور صعبه ليه ان هو يدخل تاني او اول، لان النادي الاهلي طبعا في حاله فوزه بالمباراتين المتبقيين هيبقى 39 بونت، هيعدي كمان نادي بيراميدز اللي عنده 38 بونت. فكده كده وضع نادي الزمالك في مشاركه في البطوله الافريقيه الموسم القادم صعبه جدا جدا جدا، لان احنا عارفين يا جماعه ان الاتحاد المصري قرر ان طبعا اللي يلعبوا دوري ابطال افريقيا اول وتاني في الدور الاول، المركز الاول والمركز التاني في الدور الاول. فكل التوفيق ان شاء الله لكل الفرق اللي هتشارك في دوري ابطال افريقيا او بطوله الكونفدراليه الافريقيه. عايز اتكلم كمان استعدادات نادي الزمالك لملاقاه فريق نهضه بركان وتصريحات طبعا فوزي لقجع اللي اتكلمنا عليها امبارح. الراجل طلع النهارده وشكر جدا في جماهير نادي الزمالك وفي طبعا نادي الزمالك المتميز جدا جدا جدا. عايز اتكلم كمان على اصابه احمد سيد زيزو وبعض الاصابات الخاصه بالنادي الاهلي وكل التوفيق ان شاء الله للفريقين. هتكلم كمان على قرب اياد العسقلاني من النادي الاهلي بنسبه تعدي طبعا 70%، لان لعيب سنه صغير مواليد 2005 وعنده امكانيات جامده جدا وسعره مش كبير بالنسبه للعيب في سنه. وهنتكلم كمان على تصريحات مارسيل كولر طبعا بشان المتميز علي معلول، هو اول محترف في تاريخ النادي الاهلي يرتدي شاره القياده علولو النجم المتميز جدا. هقول لك بعض الارقام الجامده جدا والكبيره جدا على علي معلول في تاريخه مع النادي الاهلي. تعالى بقى نبدا بالتاكيد. النادي الاهلي النهارده طبعا عارفين ان في راحه سلبيه لكل اللعيبه اللي شاركت في المباراه ما عدا اللعيبه اللي خارج السكور، اللعيبه اللي ما بتلعبش، اللعيبه اللي ما كانتش بتحط في السكور زي محمد مجدي قفشه، وهيقول لك من خلال اللايف ان شاء الله قصه مجدي قفشه مع مارسيل كولر. طيب اللعيبه دي النهارده تلعب منتخب او فريق الشباب في النادي الاهلي او فريق الامل اللي هو السكند تيم، طاهر محمد طاهر وقفشه واللعيبه اللي محتاجه تجهز، اليو ديانج وياسر واكتر من لاعب مهمين جدا مهم جدا هيشارك النهارده في طبعا المباراه اللي هي تقام ملعب حلمي زموره الساعه 5. في كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. قصه قفشه يا جماعه، قفشه مارسيل كولر لعب احتياطي اكتر من مباراه، مارسيل كولر ما بداش بيه اساسي باكتر من مباراه، في مباراه لعبه في اخر 5 دقائق فقفشه دخل واعترض على مارسيل كولر، قال له ازاي انا ما بلعبش اساسي، ازاي ما بلعبش بشكل دايم، انا 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 الكلام ده كله. مارسيل كولر اتخذ قرار ضده ولعب اتغرب، ودي مباريتين المره الثانيه على التوالي مباريتين ورا بعض مارسيل كولر يستبعد قفشه من السكور شيت. طب ده معناه ايه يا جماعه؟ ده معناه ان محمد مجدي قفشه هيخش الثلاجه زيه زي عبد القادر وطاهر محمد طاهر اللي كانوا في تاتش او تنشنه قبل كده مع مارسيل كولر. فكولر من المدربين اللي ما بيعديش حاجه. انت غلطت تستحمل. انت غلطت تستحمل، انت عملت اي تصرف مسيء لمارسيل كولر، مارسيل كولر ما بيعديش حاجه. فده سر استبعاد قفشه. حد تاني يقول لك قفشه اتظلم، ما اتظلمش، قفشه رد باسلوب غير لائق، قفشه اتغرم، قفشه فنيا النادي الاهلي مش محتاجه لسبب. مارسيل كولر بيلعب 4-3-3 صريح، فبيلعب بلاعب ارتكاز محوري اكرم سلية كوكا مروان عطيه، وقدامه 2 اجنحه في نص الملعب بوكس تو بوكس لما بيلعبوا مركز 8، كوكا والمتميز جدا امام عاشور. وامام عاشور الراجل بيلعبه حر، لان امام اقوى بكتير من قفشه، لعيب بصير قوي عنده تنوع شويط
مهاري في كل الامكانيات، فكده كده امام في وجوده مفيش قفشه. ومركز البلاي ميكر ده في 4 3 3 مش موجود، والعالم كله ما عادش بيلعب ببلاي ميكر، فبيلعب ب 4 3 3. طب هل قفشه ليه وضعه على الاجناب؟ قفشه بقى لعيب بطيء مش قوي بدنيا ولا جسمانيا، فكده كده انا شايف قفشه من اللعيبه اللي الموسم القادم في حاله استمرار كولر ملوش اي دور. ده بالنسبه لمحمد مجدي قفشه. بالنسبه لاصابه احمد عبد القادر، عبد القادر هيلحق مباراه البلديه، مش هيلحق مباراه الاتحاد اللي كمان يومين. مباراه البلديه اللي هي كمان 5 ايام ان شاء الله احمد عبد القادر هيكون جاهز 100%. اليو ديانج والمميز جدا محمد الشناوي هيكون رجع باذن الله. طيب عايز اسال سؤال لجميع الاهلاويه، وده سؤال الحلقه يا جماعه، مع او ضد لعب الكابتن محمد الشناوي كاساسي مباراه الترجي، مباراتي الترجي التونسي، مع او ضد لعب شوبير اساسي ولا محمد الشناوي اساسي؟ ان شاء الله يعني رايك صديق الاهلاوي يهمني فيه الكومنتات. فاللي عايز اتكلم فيه طبعا يا جماعه بالتاكيد ان النادي الاهلي في حاله استقرار، احمد عبد القادر ان شاء الله يلحق المباراه، ياسر، اليو ديانج، محمد الشناوي. طيب بالنسبه للتعاقدات، اياد العسقلاني يا جماعه لاعب نادي روستوف اللي كان من ناشئين نادي الاسماعيلي، اللاعب المتميز قرب جدا من النادي الاهلي ان هيجي تحت السن، هيجي تحت السن، مش هياخد حيز او مش هياخد مكان حد في القائمه، فهو كريم الدبيس مستقبل في حال استمرار عالي معلول لمده سنه ولا سنه ونص. الاثنين اللعيبه دول لو حد فيهم لعب هيكسر الدنيا، خاصه اياد العسقلاني. طب يحيى عطيه الله قرب، الوضع يا جماعه لسه ما بنوش ملامح، بعد ما اللاعب قرب وصرح وقال اتمنى العب في مصر واتمنى العب في الاهلي، الموضوع بقى بعيد. في لعيب بقى اسمه عبد العزيز عيسى، ده بيلعب في نادي دريمز، بيلعب في منتخب غانا للشباب، مواليد 2005، طوله 170 سنتي، لعيب قوي جدا، بيلعب صانع العاب او جناح، قوي جدا ومهاري جدا، قوي دفاعيا، قوي هجوميا، لعيب عنده شخصيه، شويط جدا، بيلعب برجله الاثنين بشكل مميز. التسعيره بتاعته دلوقتي يا جماعه رئيس النادي بتاعه طالب 1,500,000 دولار. طب الصفقه تخلص بمليون و500,000 دولار؟ لا كتير قوي. النادي الاهلي قدم 700,000 دولار، ونادي الزمالك قدم 700,000 دولار. حد تاني يقول لي نادي الزمالك عنده ازمه في ايقاف القيد؟ نادي الزمالك يا جماعه هيتفق مع خالد ابو طيب، هيجدول له فلوسه والقيد هيفتح، واللعبه هتنزل عن الشكوى عن القضيه، وباذن الله نادي الزمالك القيد عنده هيفتح، فمحتاج اللاعب ده قوي. فاللاعب لعيب كبير قوي، لعيب متميز جدا. حد تاني يقول لي طب كريستو فين؟ طاهر محمد طاهر فين؟ رضا سليم فين؟ اللعبة دي فين؟ طب ازاي هتجيب لعيبه وتتعاقد معاه وانت اصلا النجوم بتاعتك ما بتلعبش؟ اللي عايز اقوله يا جماعه ان ده لعيب مستقبل هيجي تحت السن، مواليد 2005، لعيب قوي وسريع وهداف، من اللعيب المتميزه جدا، ونتمنى ان شاء الله للتوفيق، اهلي او زمالك ياخد اللعيب ده، واتمنى التوفيق ليه طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك، واحلى مسا على الفرقتين.